كلنا كالكتب، نحمل بدواخلنا حكايات وأحاسيس وأفكار وتجارب حياة، ويأتي أحدهم ليحكم عليك من غلافك دون أن يكلف نفسه عناء قراءة صفحاتك، ولو أنه بدأ فقط قراءة سطر واحد منها لربما شدته نفحاتك وتاه بين حروفك وأسرته كلماتك، لكنه اختار أن يحكم عليك من عنوانك ويمضي دون أن يعرف حقيقتك وعمق حكاياتك.